وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أستاذ خالد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية يعني هذا التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وخاصة عندما نتحدث عن الأهداف التي يقوم باستهدافها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لنتحدث عن هذه الأهداف تحديدا والمدن والبلدات التي بات يستهدفها الجيش، ومن ناحية أخرى يعني هذا التصعيد خاصة اليوم لما قامت به يعني قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف السيارة ومقتل أيضا شخصين. خير، نحن نشهد في هذه الأيام ارتفاع في وتيرة الاشتباكات في جنوب لبنان مع العدو الإسرائيلي. هذه الوتيرة هي عادة ترتفع أو تنخفض وفقا طبعا لمجريات المشهد بكامله. اليوم هناك تصعيد، طبعا هذا التصعيد يأتي بعد هجمات إسرائيلية كانت بالأمس على دمشق وأدت إلى سقوط قادة من الحرس الثوري الإيراني. كذلك يبدو أن أسلوب الاغتيالات أصبح هو يعني الجهد الرئيسي في لبنان وفي سوريا على الأهداف المتصلة بحزب الله أو بالحرس الثوري الإيراني أو حتى بحماس إذا ما صودف ويعني عثرت إسرائيل أو تقاطعت المعلومات حول أي هدف لهذه المجموعات المنضوية يعني تحت السيطرة الإيرانية أو ما يسمى بمحور الممانعة. اليوم هذه القرى هي قرى حدودية، عدنا إلى نفس الوتيرة بمعنى استهداف قرى حدودية بعمق أقل من 5 كيلومتر موجودة داخل لبنان، وكذلك في الوقت عينه هناك استهداف لأي تحركات لمقاتلين يتنقلون بسيارات في هذه المنطقة الجنوبية حتى ولو كانوا خارج هذا العمق 5 كيلومتر. طبعا السماء الجنوب اللبناني دائما مشغولة ومغطاة بطائرات الدرونز الإسرائيلية التي يعني تقوم بعمليات الاستعلام التكتي بشكل دائم، وبالتالي كل هدف يتم رصده أو تم تصويره سابقا إذا ما ظهر مرة أخرى أو تم يعني مقاطعته عن طريق اتصالات هاتفية أو غير هاتفية يتم طبعا التصدي له ومهاجمته من قبل طائرات الدرون. نحن في هذه المرحلة التي لم تتغير بشكل كبير منذ 8 أكتوبر، هذه مناوشات عابرة للحدود ليست لا تقدم أي يعني ثقل نوعي يمكن أن ينعكس على ما يجري في غزة، هي فقط مناوشات تؤكد على حضور حزب الله على هذه الحدود وتؤكد على الحضور الإيراني في المشهد الإقليمي دون أن يكون هناك أي فائدة فعلا يعني يمكن أن تصب لصالح ما يجري في غزة. هذا المشهد يمكن أن يضاف إلى المشهد الموجود في البحر الأحمر، وأن يكون هناك يعني هناك معارك بحرية وهناك استعمال لصواريخ ومخلوفات ذات أعيرة أكبر من ذلك وأهداف أهم، ولكن طبعا كلها لا تؤدي أي شيء. كل الصواريخ الحوثية يتم إسقاطها وكل الهجمات العابرة للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة كذلك هي يعني أضحت روتينية ولا تقدم أي جديد باستثناء المزيد من الشهداء من اللبنانيين الذين يسقطون نتيجة هذا النوع من القتال الذي لا يتقنه حزب الله، القتال فوق الأرض والقتال العابر للحدود من مراكز للرمي يعني ليست محضرة سابقا ولا تدخل ضمن نظام المعركة الذي تعود حزب الله على القتال بموجبه. نعم عميد خالد، يعني أنت ترى حضرتك ترى بأن هذه يعني العمليات وأيضا ما يقوم به سواء كان جيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية واختراقه للحدود اللبنانية بالإضافة إلى ما يحدث أيضا في البحر الأحمر، إلى أي مدى ترتبط كل هذه التطورات وهذا التصعيد في المنطقة وما هي أثاره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإلى أي مدى من الممكن أن يوسع دائرة العنف ويزيد منها؟ هناك في المنطقة مشهدين، مشهد ما يجري في غزة وهو قتال
بين العدو الإسرائيلي وبين المقاتلين الفلسطينيين الذين يحاولون أن يعني أن يتوصلوا ربما إلى قلب صفحة الماضي، وربما التأسيس لعملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين. هذا مشهد قتال حقيقي في الأهداف، ربما معروف الأهداف بالنسبة للفلسطينيين ولكنه مجهول الأهداف بالنسبة لإسرائيل، التي تعلن يعني عن أهداف فعلا غير حقيقية وغير منطقية، ساعة يعني تحت حماس وساعة تهجير الفلسطينيين وساعة أخرى وساعات أخرى يعني تحرير الأسرى بالقوة. هذه عناوين يعني أضحت وهمية، ولكن من جهة الفلسطينية هناك عناوين وقتال معروف، يقاتلون عدو محتل مجرم إرهابي فعلا يعني سبق وله لكل العرب تجربة غير مشجعة معه على صعيد التوصل إلى يعني حلول سياسية. وهناك مشهد آخر هو ما نراه في سوريا وما نراه في البحر الأحمر وما نراه في لبنان، وأحيانا يعني يشترك معه في ذلك المشهد العراقي، هو تسجيل الحضور الإيراني في المشهد الإقليمي. إيران التي أعلنت أن لا علاقة لها بما يجري في غزة ولكنها تدعم فصائل هذا المحور، تقف وراءها، تقول أن ما يجري على كل هذه الجبهات إنما لا يتم بإيحاء إيراني أو بأوامر من طهران، وإنما بقرارات تتخذ على مستوى فصائل المقاومة. كل ما يجري لا يقدم سوى شيئا واحدا، أن إيران موجودة في المشهد الإقليمي وأنها قادرة على التأثير في الاستقرار، وبالتالي هي شريك في أي ترتيبات أمنية وفي أي حلول. هذا هو المشهد الآخر الذي يوضع في الخدمة الإيرانية، يدفع ثمنه اللبنانيون والسوريون والعراقيون واليمنيون، وتستفيد منه إيران والحرس الثوري ونظامها المذهبي، في حين أنه هناك كما قلنا المشهد الآخر في غزة، والذي للأسف يعني لا يمكن يعني ربما دعم هذه المقاومة إلا ربما بالإعلام، بالبيانات، بالدبلوماسية، بالاتصالات الدولية، وبالمساعدات التي تجري، وبمحاولة ربما مصر وقطر يعني التوصل إلى تسويات، وطبعا الحوار مع القوى الدولية ومع الولايات المتحدة. يعني هذا مسار يعني الكل يدرك مدى تعثره. إذن هناك مشهدان، مشهد في خدمة إيران ومشهد في خدمة القضية الفلسطينية. كل الشكر لك العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من لبنان.